حاولنا اننا نعطيو الثقل ديالنا كامل ضد فريق حسني اللي جاي ضد اللي جاي من هزائم. الحمد لله الدراري كانوا في نهارهم ولعبوا واحد روح قتاليه الحمد لله بتعليمات ديال المدرب، استطعنا اننا نحققوا حتى 3 نقاط اللي مهمه اللي غتزيد تعطينا معنويات كبيره باش نكملوا في المسار ديال البطوله ان شاء الله.